سعد الله مساءكم مشاهدينا الكرام، اهلا بكم الى هذا اللقاء. امطار رعديه تتهاطل حاليا على الوجه الشمالي خاصه الشرقيه، ستتواصل في التهاطل حتى خلال يوم الغد السبت ان شاء الله تقريبا على جل السواحل الوسطى وخاصه السواحل الشرقيه. امطار غزيره تحت وقع الرعود ستخص كل هذه المناطق. بعض الامطار كذلك ستتواصل في التهطل على المناطق الوسطى وتكون تحت وقع رعود على السواحل وكذلك المرتفعات. سحب سفلى ستنتشر على الواجهه الغربيه كذلك شمال الصحراء حتى على منطقه الواحات مع اجواء رعديه على منطقه الهوغار والتاسيلي وكذلك اقصى الجنوب. خلال ليله اليوم وخاصه صبيحه الغد 6 درجات فقط على الجلفه، نفس المقياس على البيض ونعام 14 درجه على طول الشريط الساحلي، 16 درجة على ولاية غرداو وبسكرة، 22 درجة على تندوف وبني عباس، 20 درجة على تنرست حتى على جانت، 30 درجة على أقصى الجنوب. أما خلال ظهيرة الغد درجة الحرارة القصوى دائما منخفضة، ستنخفض خاصة على الهضاب والمرتفعات إن شاء الله، وتتراوح ما بين 16 لغاية 19 درجة على الهضاب العليا الغربي وكذلك المنطقة الداخلية الغربية على كل من تيارت معسكر غليزان كذلك البيض نعامة سعيدة حتى على الجلفة، نفس المقياس على سطيف 19 درجة على قالمة. ننتظر مقياس ما بين 21 إلى غاية 24 درجة على طول الشريط الساحلي، 27 درجة على بسكرة كذلك ولاية بشار، 36 درجة على تندوف بن عباس، 34 درجة على كل من أدرار تيميمون إن صالح حتى على ولاية إليزي، 33 درجة على جانت وتمنراست. أعلى مقياس على أقصى الجنوب مع 41 درجة. فالبحر خلال يوم الغد يبقى دائما مضطرب على السواحل الشرقية، قليل الاضطراب على السواحل الوسطى والسواحل الغربية، رياح من ضعيفة غربا إلى معتدلة على الواجهة الوسطى والشرقية، وتأتينا ضمن تيارات غربية شمالية غربية تصل لغاية 40 كيلومتر في الساعة. خلال يوم الغد غروب الشمس على مستوى العاصمة سيكون بحول الله في تمام 6:06، وللتواصل معنا دائما ما عليكم إلا زيارة مواقع الأرصاد الجوية. أشكركم على المتابعة والسلام عليكم.